She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. هاي اليوم نسافروا، خليكم معنا. السودة وقفنا باش نفطروا. انا الصراحة ما كنت شوية كاع جوع ولا شي حاجة، خديت غير كافي نوار حيتاش اصلا انا ما كنبغيش نفطر في الصباح، ما كيكونش فيا الجوع باش نفطر ولا شي حاجة. وصلنا مراكش، شدينا الطريقه ديريكت لاسني. المهم حنا باش نضيعوا الوقت ونبقاو في مراكش بحال قبل، هناك نبقاو يومين ولا 3 ايام، هذيك الساعه كنمشيو للبلاد، هاد المره مشينا ديريكت للبلاد. دابا خدينا بوز وقفنا باش نشوفوا لا ناتور. شوفوا واحد الفيو شحال واو. حنا باقيين غنمشيو حتى ليه، هي فين ما غادي نمشيو. حنا دابا باقي وصلنا لاسني، مشينا ديريكت للحانوت خدينا داكشي اللي خاصنا، ومن بعد مشينا للدار. ومهم فطرنا تمايا ومشيت دغيا وجدت حويجي باش نمشي نعوم في لابيسين اللي كاين في لوطيل اللي حداهم. دابا ابخي ما فطرنا غادي نمشيو واحد لوطيل كاين في الشارع باش نسولوه. وفي الطريق انا غادي وبالي زعما دوك الدور القدام اللي كانوا تهرسوا من الزلزال وداكشي. المهم من بعد مشينا لوطيل دوينا معاه على حساب التعريف ديال لابيسين ولا كونسوماسيون داكشي كامل. والصراحه كان ايبر مانيفيك، تعامل معنا بواحد الطريقه اللي هي زوينه. صافي وعجبنا لوطيل وقررنا باش نتبحروا فيه. ودرتو في الماء حيتاش كان الجو سخون، ولو بقيتي كتستعمل التليفون بزاف غادي يسخن لك لواحد الدرجه ما يمكنش. هاد الجهه من لوطيل جهه قديمه، يعني كانت هي الاولى وهاد الجهه هي الاخرى، يعني بنوها غير مؤخرا واقيلا شي عام دابا ولا على ما اظن، حيتاش باقا جديده كيف ما كتشوف. المهم انا غادي نحط لكم السميه ديال لوطيل، النمره ديالو، اللوكيشن ديالو تا هو باش تعرفوا البلاصه فين كاين اللي بغى يجي ولا شي حاجه. المهم هادشي كامل غتلقاوه في، اما نحطو لكم في الفيديو هنايا اما غتلقاوه في اول كومونتير. المهم هذا هو لابيسين، صراحه زوين بزاف ونقي. المهم من تما ما غرقش ولكن كيتم غادي كيغرق. سو هنا فهاد لابارتي هذيك كنحط فران كنضيفو فيه الخبز التنور تو داكشي، وكاين هاد البركه بحال ماكافاس تاتر والزربيات والمخاد دوكشي طبيعي 100%. هادوك حوايجي تما عارف حطيتهم. والسقف راه ماشي ديال العود، هو راه ديال الفيلياجور
الا شفتو، غير هما مديرين هذوك العود بحال هكا باش يعطي واحد المنظر زعما طبيعي. شنو في الاول كان كيصعب لي بلي السقف ديال العود هنا عاوتاني كنا واحد البركه حتى هنايا، ويلا جينا وطلعنا مع هاد الدروج صراحه ما عرفت اش كاين، ما غادي نجربو سوا كيف ما قلت لكم تما مازال باقيين كيتبنوا، يعني باقي هاد لا بارتي دي كلها جديده، هادي وهاد الفوق والتحت كلهم جداد. وصافي هنا كطلع من الفوق كيبان لك لابيسين، و جيتي من هنا كيبان لك زعما كاينه برا اشنو طاري برا. صراحه الاوتيل واعر زعما واعر 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 بزاف. المهم هنايا رجعت كانوا معاو تاني حيتاش كان الصاد بزاف، فما كنخرج من البيسين كنعاود نرجع، كنخرج كنعاود نرجع. دابا لقيت المهبط لتحت للطوموبيل باش ناخذ شي حاجه، عرفتي تبدات كتصب الشاك زعما يبان لكم هاك الماء اللي كنت مفكر شو بينا. يعني عندنا جوج ديال الاحتمالات، غدا في الصباح يا اما غادي يكون الصهد بزاف يا اما غادي تكون الشتاء. سو اليوم النهار الثاني واليوم عندنا واحد العرس بالعائله. المهم انا مشيت بعد الاوتيل بقيت كنعوم شي شويه حيتاش كان الصهد بحال ما هكا كاينه والعرس ما كاين حتى الليل. المهم انا بقيت كنعوم، من بعد صافي لبست حوايجي ومشيت للدار بدلت مازال هاديك الساعه مشيت للعرس. اليوم نهار الثالث مشينا للدوار اللي هو بعيد على الفيلاج واحد ساعه ديال الطريق. ومهم كنت كنوريكم زعما الطريق شحال هي زعما صعيبه وداكشي. سو اليوم نهار الثالث واليوم غادي نمشيو لواحد لوبيرج شي شويه بعيد، ميم با واحد 10 دقائق بحال ما هكا زعما على رجليك 10 دقائق. المهم غادي نريحو ناخذ قهوه ولا شي حاجه وباش ما كان غادي نصور لكم. المهم هذا هو لوبيرج ولا كيف ما كيسميوه هما يا دار ديافو. هاي هلو، سو دابا نهار الخامس وقررت باش نطلع في الجبل الفوق. عرفتوا الطريق كانت كتحي ديال بصح من الدار الفوق درنا واقيلا شي ساعه وشي حاجه، ولكن ملي كتطلع الفوق كاين واحد الفيو اللي هو زوين بزاف، كتشوف جبل تبقال، كتشوف كاع داك الدواور اللي كاينين تما كاملين ومن الفوق يعني الواي فاي خدام تما بزاف.
انا ديت معايا الويفي ديالي وخدم ليا تما مزيان. صراحة ماشي مرة ولا جوج اللي طلعت، مي ثلاثة المرات وانا كنطلع الفوق في الجبل الفوق حتى كنقرب الغابة وكنرجع. هاي اليوم نهار السادس ومشيت لدار الضيافة اللي كاينه في الدوار اللي دائما كنجي لها حتى كتعجبني بزاف، والناس اللي خدامين تما ضريفين. ابار ملي كنريح كنشوف واحد الفيو اللي واعره بزاف. المهم خديت عصير ليمون، فريمون كان بارد 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 والجو كان شي شويه سخون، ماشي بزاف بزاف ولكن غير شي شويه. المهم صافي ابري رجعنا للدار. هاي اليوم نهار الاخر وخاصنا نمشيو نرجعو للدار، يعني غنرجعو لكازا. صراحة انا ما كنتش باغي نرجع لكازا حتى ولفت الدوار ولفت هكا كلشي ولفتو تما وما بغيتش كاع نرجع، وكنحس بحال المهم بحال ولفت العروبية، بحال وليت انا ولد العروبية وما بقيتش باغي نمشي لكازا ولا هذاك الصداع ديال المدينة ولا داك البروتوكول ديال المدينة وداك التخربيق كامل. سو من بعد جينا لسيتي فاطمة ريحنا في شي شوية، ومن بعد مشينا ديريكت لمراكش حيتاش بغينا نلعبو في بالو زالاند. بارك كان خاوي في الصباح، واول حاجه جربنا هي هاد الباطو كتبقى تبيداليها كبرجليك هو كيبقى غادي بيك تخرج واحد الباصه واحده اخرى، دابا نوريها لكم بعد. صافي كتم غادي وكتشوف هكا الديناصورات كي تحركوا زعما. دابا جيت كنلعب في اللعبة الثانية ولكن ميمكنش، شحال دوختني وكانت الشمس وكان الصاد، وليت كنحس براسي ماشي هو هذاك. من بعد ما سالينا مشينا ديريكت لكازا، انا نعس في الطوموبيل مع كنت عيان، خدت واحد الفوطون وتغطيت بها ونعست.